يعني انا احب اذكر ان انا بتشرف بالانتماء لعائله من اوائل العائلات اللي عملت السجلات تبع النشر. جدي هو المفكر الاسلامي عبد اللطيف بن الخطيب، وجدي الاكبر هو ابن الخطيب مؤسس اول مطبعه مصريه على ارض مصر. فبالتالي انا يعني مرتبطه بمهنه العائله اللي هي الطباعه والنشر، ودرست فن تشكيلي لان انا كنت احسن اني كنت موهوبه في مجال الرسم، وتخصصت في قسم فن الكتاب، هو اسمه كده بس هو مختص بفن اغلفه الكتب وتصميمات، لانه يعني ممكن نقول انا دخلت اخترت القسم ده تحديدا وفاء لمهنه العائله. قالت لي انا ما اقدرش اشتري كتاب اسمه ولاد المره ادخله عند البيت ولادي يشوفوا الكتاب، فبص الاقي البنت الصغيره بتقول لاخوها الكبير يا ابن المره. تمام. فانت ترد على الام دي تقول لها ايه؟ اقول لها ما تشتريهوش ببساطه شديده جدا، ما تشتريهوش، لانه يعني هما الناس حولوها لمعركه فكريه، وفي يعني بعض الناس قال ان هو المراد زلزلة الثقافة السائدة الخاطئة، وان انا عايزة الناس فعلا تفهم ان كلمة مرة مش كلمة عيب وليس فيها اي تحقير للمرأة، وعايزة الناس تقولوا ده ما كانش الهدف بمنتهى الامانة، ده ما كانش الهدف. لكن لما تقال الكلام ده لقيت ان والله ده هدف نبيل، يعني يا اما ان الناس اللي هتشتريه فعلا تعتاد على الاسم ده وتفهم تقرأ بقى المقال اللي جوه وتفهم ان كلمة مرأة لا يراد بيها اي تحقير للست. كلمة مرأة اصلها اللغوي مرأة، ومرأة هي تعني امرأة كاملة، فهو مفيهوش اي تحقير. لو يا اما الناس تشتري وتفهم ده وتستخدم الكلمة عادي او تستخدمهاش، بس اللي مش عايز يشتري الكتاب ما يشتريهوش. خلينا نبص على العناوين المثيرة للجدل او العناوين الصادمة اللي سبق وصدرت. الامام السيوطي له كتاب بعنوان صادم جدا، انا كتبتوش على الفيسبوك، انا حطيت مكانه نجوم. لكن واكهم على فكره من الكتب التراث اللي الناس بتعتبرها كتب قيمه عناوينها صادمه جدا. اما عن الكتب المعاصره فاستشهدت بكتاب بلال فضل ما فعله العيان بالميت، وقلت ان فكره العناوين الصادمه بشكل عام مش جديده، ما عندك فيلم واحد صحيح مثلا والقائمه طويله. انت اصلا ليه تشتغلي مذيعه راديو؟ يعني لما في اشكال ضله وستات ما يتشافوش اساسا وطبق الرز ابو لبن ده بيشتغل مذيعه راديو ليه يعني؟ الله يخليك. انا بتصور ان انا كمذيعه راديو ممكن اكون افضل من التلفزيون، لانه الراديو هيخدمني في نقطتين. النقطه الاولى ان هو هيحسن اللغه، والنقطه الثانيه ان هو انا طول الوقت متهمه ان انا بشتغل عشان شكلي، ان الناس بتقرا مقالاتي عشان بتدخل تقرا المقال على الموقع عشان الصوره، او ناس ممكن تتفرج على برنامج او حاجه عشان تتفرج على شكلي مش عليا انا. فبتصور ان الراديو هيحل لي الاشكاليه دي وهيبقى الناس تسمع صوتي.